وللمزيد من النقاش أيضا ينضم إلينا هاتفيا أستاذ صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. أهلا بك أستاذ صلاح. أهلا بك يا فندم سادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني طبعا كلنا تابعنا القمة العربية، ولكن كل حد شافها بطريقة مختلفة بتبعات مختلفة. حضرتك إزاي تابعت هذه القمة وهذا الحضور الكبير من عدد كبير من القادة في العالم لحل هذه المشكلة وهذه القضية الفلسطينية؟ الحقيقة الحضور الموسع لشريط القمة من مختلف القادة الإقليميين والدوليين في قمة القاهرة للسلام، ده يعني يعتبر نجاح كبير لمصر، لأنها استطاعت أن تجمع هذه القوة التي تمثل طرفي النقيض فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وده اللي شفناه حتى في المواقف الرسمية بين هذه الدول. نعم. بين الدول الأوروبية والدول العربية اللي كان فيهم طرفي النقيض في دعم القضية الفلسطينية ودعم الطرف الفلسطيني. نعم. احنا شفنا ان الدول لما حضرت امبارح القمة ده بيؤدي ان اكثر القمه ان في زخم كبير، كان فيها اهتمام على المستوى وسائل الاعلام، حظي بطاقه مناسبه. نعم. كنا بنتكلم على ان هي اعاده التاكيد على رفض ما يجري في الارض الفلسطينيه، ضروره ادخال المساعدات وغيرها من النقاط، وده وافضى في النهايه ان في اجتماع دولي موسع وشامل لمناقشه القضيه المركزيه ليس لمصر ولكن على المستوى الأمن والسلمي على المستوى الإقليمي والدولي. نعم، يمكن إحنا على مدار الفترة السابقة نقدر نقول القضية الفلسطينية يعني ومضها قل بشكل كبير جدا، الاهتمام الدولي قل بشكل كبير، بينما بنسمع عن لقاءات الحديث عنها بشكل بسيط، ولكن كيف استطاعت هذه القمة أنها تلقي الضوء بشكل كبير على القضية الفلسطينية وتجذب أنظار العالم إلى هذه القضية وأهميتها في مش بس على المنطقة ولكن على انعكاسات ده على العالم كله؟ يعني العالم كله دلوقتي الحديث الأبرز على كافة وسائل التلفزيونية في كل أنحاء العالم، الموضوع الرئيسي والأول والأساسي هو القضية الفلسطينية وما يجري الآن على أرض غزة. كيف ترى هذه القمة قدرتها على أنها تقول أن القضية الفلسطينية موجودة، لازم لها حل سريع، لازم يكون في رأي موحد ورأي عالمي موحد ودعم عالمي موحد لهذه القضية؟ الحقيقة دي كان أحد أهم الأهداف اللي القمة نجحت أنها تحققها. يعني إحنا النهاردة القمة امبارح أعادت وضع عملية السلام في الشرق الأوسط وفي القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي مرة أخرى بعد سنوات من النسيان. أعدنا وضع القضية الفلسطينية بعدها الخاصة بالسلام وليس فقط المتعلقة بالصراع على أجندة المجتمع الدولي من مرة أخرى. وده على الرغم من تناقض مواقف الأطراف الدولة الحاضرة ما بين زي ما قلنا الجانب الأوروبي والجانب العربي، إلا أن الكل أجمع على ضرورة استئناف مباحثات السلام وفق مبدأ حل الدولتين، وده انطلاقا من أن مبدأ حل الدولتين هو يعد المبدأ الأكثر قبولا والأكثر واقعية لحل القضية الفلسطينية. وده كمان كان يعني جاء إدراكه من المجتمع الدولي لتداعيات حل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي وليس على مستوى دولتي الصراع فقط. أنا النهارده بنتكلم ان الصراع ده ممكن يمتد يشمل اطراف اخرى خارجيه، يكون في مبدا اللي هو تعدد الساحات او وحده الساحات اللي بيتم يعني طرحه خلال الايام الماضيه. فبالتالي ان العالم النهارده تاكد ان عدم حل القضية الفلسطينية بيترتب عليه حاله عدم استقرار واسعه النطاق في الشرق الاوسط، قد يمتد ان هو يشمل اطراف كمان خارج الشرق الاوسط، بدليل ان احنا بنشوف توترات لما بتحصل ازمه في الشرق الاوسط بنجد توترات في عدد كبير من الدول كردود افعال غاضبه وما الى ذلك، وده بيأثر بشكل كبير على استقرار الامن داخل المجتمع الغربي بشكل عام. سؤالي لحضرتك، يمكن السيد الرئيس في خلال كلماته الافتتاحيه تحدث عن عدد من النقاط والثوابت الراسخه للتعامل المصري مع القضية الفلسطينية ورفض مصر والأردن وفلسطين لأي محاولات واضحة صريحة أو غير صريحة لتهجير أهالي فلسطين خارج أرضهم بالطبع، فبالتالي الحديث عن أي صورة من صور السلام في منطقة الشرق الأوسط، صورة من صور حل القضية الفلسطينية، كيف يعني ستؤثر هذه الرسائل المباشرة القوية يعني اللي اتقالت طبعا بأداء يعني انها لا رجع ولا مساس بهذه النقاط على تفكير كل من يحاول رسم يعني خارطة سلام جديدة في منطقة الشرق الأوسط والتعامل مع القضية الفلسطينية؟
جات الرسائل المصريه الواضحه اللي شفناها امبارح في كلمه السيد الرئيس في خلال القمه دي تاتي مع اتصالا مع الرسائل المباشره اللي خرجت من الدوله المصريه منذ بدايه انطلاق الازمه، وملاحظه مصر السباقه لمخطط تهجير اهالي قطاع غزه لشمال سيناء. احنا النهارده بنتكلم على ان مصر اعادت التاكيد امبارح في هذا المحفل الدولي المهم وبحضور كافه الاطراف المعنيه بالقضيه ان لا يوجد حل للقضيه الفلسطينيه على حساب دول الجوار، وهنا كان المقصود بالاشاره طبعا مصر والاردن، واعاده التاكيد على ان حتى لو هيكون في اي حل او هيكون ليها حل خارج هذا الاطار فلن يكون على حساب مصر تحديدا. رسائل السيد الرئيس امبارح بتؤكد ان الامن القومي المصري والسياده المصريه على الاراضي دي خط احمر لم يمكن السماح بالمساس به، وكمان احنا شفنا امبارح ان كان في دعم عربي كامل للموقف المصري في هذا الشان. يعني احنا امبارح شفنا كل الكلمات بتاعت المتحدثين العرب بترفض التهجير القسري للفلسطينيين من اراضيهم سواء الى سيناء او للاردن، على اعتبار ان هذا التهجير مرفوض من الدول العربيه لانه ضد مبادئ حقوق الانسان، وكمان ان هو بخلاف الرفض العربي ان الفلسطينيين انفسهم لا يقبلوا بهذا الطرح. الفلسطينيين شايفين ان هم على مدار اكثر من 70 عاما بيقودوا نضال مشرف لاستعاده الارض ويعني استعاده ارضهم وان هم يعيشوا في سلام، لكن هذا الطرح طبعا بيؤدي لتفصيل القضيه، وده اللي مصر دايما كانت بتحذر منه ان هذا المخطط بوضعه الحالي بيؤدي لتفصيل القضيه بشكل كامل وانهائها. نعم، وطبعا زي ما حضرتك ذكرت مصر اعلنت منذ اللحظات الاولى لهذا الصراع عن موقفها وعن تعاملها ومواقفها الثابته والراسخه على مدار التاريخ مع هذه القضيه الفلسطينيه. نحن مع القضيه الفلسطينيه قلبا وقالبا وبكل ما نستطيع تقديمه كدوله لاشقائنا في فلسطين، ولكن بالطبع مع الحفاظ على المكتسبات وعلى حق الفلسطينيين في التواجد على ارضهم في دون طبعا المساس بحقوقهم، وده يمكن يعني الدور الكبير اللي مصر دايما بتقوم به. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا الأستاذ صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، شكرا جزيلا لوجودك معنا.